بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إلى قوله والله مع الصابرين. باب الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إلى قوله والله مع الصابرين. حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا جرير بن حازم قال أخبرني الزبير بن خريت عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 شق ذلك على المسلمين، حين فرض عليهم مركي يجب الله ألا يفر واحد من 10، هل قف طبعا قال يكسو أدين وسنك عبرين وجل بقه، فجاء التخفيف مرضا بفضين باتمت، فقال إلى وحير الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. قال ابن عباس وحيري: فلما خفف الله عنهم إلهي مركو المسلمين تكفوا ذي من العدة اترادا، وماشي ليري طبعا هايسكعليو هدى ليري لبا هايسكعليو وحي لبا كبضنا إنو كعرر وأوفر انتي مركي ليري نقص من الصبر صبر كحجيس بقدر ما خفف عنهم intii la fududay in la'eg ayaa sabarkoodii adkaysigoodii uu wasdhimay. macnaheedu waxay tahay 100% waa laga fududeeyey soo ma aha, waxaan ula jeedaa 10% ayaa laga fududeeyey soo saas ma aha, sabarkoodiina 10% wuu wasdhimay oo adkaysigoodii iyo dulqaadkoodii iyo nuqsaan baa gashay. oo nuqsaanta adkaysigooda iyo dulqaadkooda iyo geesinimadooda gashay waxay la mid tahay nuqsaanta gashay inta laga dhaafay. saas ula jeedaa yani suuratu baraa waliija kullu shayin shay kasta adkhaltahu fii shayin shay kala dhex gelido waliija alyiraahda walaja bimacnaa dakhala waaye ashuqa alsafaru alkhabaalu alfasaad walkhabaalu almowt labadaba loo isticmaalaa ولا تفتني لا توبخني هاي عنانا كرها يكرها واحد واسكمت هذه كافتة لقرد يقول هذه لقد لغضا مدخلا يدخلون فيه لقليو يجمعون يسرعون أيها ودخصنا والمؤتفكات ائتفكت انقلبت بها الأرض للكبا لرقم ذي أهوى ألقاه في هوة معنى هذا واحد تهي قد باران أيو كرهي عدن خلد وارتان عدنت بأرض أي أقمت ديغان بانك بكتي أو وام ديغي واي معنى هذا وميل آذن إن أدخل قرشت كتلقلين ومنه معدن باكم إذا معدن وحل إذا ذهبك يا قلنك يا مارت يا وحيا به لم يتكا ووح معادنت عن رهنه يا دولك هوس يسجد معدن وحلاهم وعهد ماش اسكما دقاقا يسجد جيرا وكن ويقال في معدن صدق وفي منبت صدق ننكاس معدن لهبا أصل لهبا يا مل وكسو جيدو أو لهبا أو قيمة بعضن نوالي هذا الخوالف الخالف يعني مفرس يضوى خالف الذي خالفني ومتك جهر فقعد بعدي ومركن دقال كآذي خيرك يقول جس كدح فرستي ومنه يخلفه في الغابرين قوة هري أيولا هري ويجوز وحابنان أن يكون النساء حول جيدا الخوالف دوح النسوير وجمع خالف سماها خالفنا ومذكر وحكى له بنان الخوالف إنه نغض جمع خالفة
وديتنا الخوالف الأولجية هاوينكا يقول دقالك إيو ميالها الله يسكوها يستوان آذين قريها إيو عروتا لوغتاقو ديتنا الخوالف وحو جمع المغنكرا خالف ومذكرا هي خالفة ومعنفة وإن كان جمع الذكور هدي وخوالف مذكر أو خالف جمعي سيهاي يا خوالف مر بايو واسك جمع التكسير مرك جمع الذكور محل جيدا يعني خوالف دوية جمع خالف وقوضاء يا خوالف جمع المذكر سالم معها وإن كان جمع الذكور دو جمع الذكور ويهي أو جمع خالف دون نقضة فإنه لم يوجد على تقدير جمعه وزن كيسة وفواعل أه لما هايو إلا حرفان لا حرف مو يعني وحلا يهي فاعل أو فواعل وجمع فاعل سو مذكر كماها أو فواعل وجمع لا بأم بالغ هايا أسأل مرك الغدر أن سد حين قنايا محل هايا فارس يا فوارس بالهايا هالك يا هوالك بالهايا أسأل نقدر خالف خوالف لكن هو كلام بغنا الجرا سيد الراجح أهنا خوالف وإنه جمع خالفة يهي ساس يو بغن تاي وفاعل أنت بغن دمر كالله استعمالها حائد يا حوائد يو فاطم يو حول الجيرا كوى لم يتكا يا الله استعمالها الخيرات وحير واحدها خيرة وهي الفواضل وحيا بها ديراتك مرجؤون مؤخرون الشفاء شفير وقرك وهو حده وقركيس والجرف ما تجرف وحي صرع من السيول داتك وحي دات راعة داتك وحي قشن وصاق هذه والأودية يتوجه بيهود وحي صاق هذه أوحل إلى هذا جرف هار هائر صاصبها مركز يهارع وحول الجيدة كلمة أن هار قلب مكانها كلي أصل كذي مرك هائر بيهاي من هار يهور أصل كذي ماشى سقيمة ده تنسى كذي فعل عقيم لها عقيم لها هاور سيدا قاوي الأكلة ده تنم حال سمي وودي با وحلو بدلي مركيدي هور الف كدبن همزه لو بدل هائر سوما نقنين فاعلين نقطي كدب هدنا اسبدل كلا لو سميهي ومحل سميهي رادي او لام الكلمه هذ ولا سو هرمريي يادي او عينت هنا دي با لو دي مركاس هاري نقطي هاري على وزن هي فاعل بين نقنه مركاس سدا اي نقطي إعلال كلاميجر إعلال قادم باكالي مركاس وحي نغطي هارين أي نغطي هارين ملكة دي هاد وزن لسار محي نغاني فالين أي نغاني أوحا مقاني واعين تي مركا وحي يري هارين أصل كيس هائر بواها لأواه ومتاه بضن شفقا ولول يوفرقا عبسي درادد بوطاها وقال شاعرك وحير إذا قمت أرحلها بليل تأوه آهة الرجل الحزين حلو كشكينا حشها بينك قدعرك مركي أن إنتان سو استاغو أن رد إسئراهدو وحي أطاهده ليه سيدا نن مرغيسا أو والولسا وعبس بضان أي كم وقت سيدا أطاهو ساسو قال يتهذاه ليهي مركة تأوه يأوه وإسليهين لابدو دواتاها ويهي باب براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين وأذان إعلام ووغيسين وقال ابن عباس أذن يصدق ويقولون هو أذن سوكم الجيرين ويقولون هو أذن أذن محول الجيرين ودقوين مركة أذن وحلا استعمالا قفك عدو الباء أطمى دوحي أشياء تكر ميستا مركة يصدق يعني حول الجيرين يصدق كل ما يسمع وحكا صوم الله أوقاتا ورميستا تطهرهم وتزكيهم بها ونحوها كثير أيضا كلا ويبضان توحول الجيرين والبأري
أو حاجة معناها اسكوميد حاجة لفظية لكن كلا دوان تطهرهم وتزكيهم محايا لتزكير وتطهير مركز لفظها ويكلا دوين معناها أنه اسكوميد وعلى اسكو عطفي والزكاة إذا كذا وحك الله استعمال الطاعة والإخلاص والله استعمال لا يؤتون الزكاة لا يشهدون لا إله إلا الله يضاهون يشبهون صاص وقوف السيرين حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وآخر سورة نزلت براءة باب قوله فصيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين سيحوا سيروا حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب وأخبرني ابن شهاب وأخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة وسنت في سجالات في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنا ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب وأمره أن يؤذن ببراءة قال أبو هريرة فأذن معنا علي يوم النحر في أهل منى ببراءة أيون محي وغيسين يا أيون وحيليهين سنة كان وحكا دنبايا وفقا وانا لما أقل مشركنا لما أقل أيقا أذان كذو وإنتاس أسأقنا سورة براءة أول كذا وحيه شيسيئها ودتك المسلمين قال هذا كل حي وأنك إلهي وقصص عريب وشيغ إلى ما مش اللي شو إيمان جري مرك الله وضع إعلام بيك الله وضع في أهل منا ببراء على الله يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان باب وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم آذنهم أعلمهم حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل قال ابن شهاب فأخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنا ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف ببيت عريان قال حميد ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منا سنهوشي سنوات ونلوي سيجيري يوم النحر ببراءة وألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف ببيت عريان باب إلا الذين عاهدتم من المشركين قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير كذلك يعني عليها قبل حجة الوداع في راط يؤذنون في راط يؤذن في الناس ألا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف ببيت عريان فكان حميد يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة باب فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم حدثنا قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا زيد بن وابن قال كنا عند حذيفة قال ما بقي من أصحاب هذه الآية آية فقاتلوا أئمة الكفر قال هذا مدحذو هل الله يو مدحذاس للشيغة إلا ثلاث سدح مباكارت يوير ولا من المنافقين لكن ده وصو إسلام القاركوت ولا من المنافقين أنا منافقين تينا انتو ذي بطن إدوال لأدين وحا صهر إلا أربعة فقال عربي بوحير إنكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أذينكو نبي صحابة سداتهين تخبرون وحبات نوشكتان فلا ندري واحد نوشي سينا نو من نقانو فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا نحيه نمكن قريهن أسوى دعا وقريهن سواجب سنة
ويسرقون أعلاقنا حولها نحذا نحيهن أيوه. قال وحير حذيف أولئك الفساق وسحر فاسقين أيوه. هذا الكيسي بوسي وتوحير أجلها وحدها حذيفة لم يبق منهم منافقين تكما هارين إلا أربعة نفر مويانه أحدهم شيخ كبير وأضيداء لو شرب الماء البارد بيقبه دعبه لما وجد برده قبوه سدرين مايو ومحول جيدا ضدنك يدرين كي قبوه يقلالك كالسار لها ملها وأخذ ما هذا يعني دأبه نقضى ملها بغل بخر ودعفي مرك قبوه يقلال وأسوق مدو لي يعني. انتي خلوال لأذين وكوضايا يعني. باب والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال رحمه الله حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب. حكم نافع أنت بدن حنوي ماذا أبو اليمان. قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أنه قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون كنز أحدهم يوم القيامة شجاعا أقرعا. وحن قندنا مس وتنتو أي كبدي. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حسين عن زيد بن واب قال مررت على أبي ذر بالربذة فقلت ما أنزلك بهذه الأرض قال كنا بشام فقرأت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال معاوية وحر ما هذه فينا آيادان أنك نمق سيسويري أنك نغمس ودقين ee waxay ku socotaa waa gaalada ma wuxuu yiri ma hadii illa fi ahli alkitab qaal qultu innaha la fiina wa fihim annaga ayaga baa nagu soo degtaan iyo yiri babun yawma yuhma alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. وقال احمد بن شبيب بن سعيد حدثنا ابي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن اسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر قال وحير هذا قبل أن تنزل الزكاة آيدا وإنت أن زكدا أن لواجبنين أو أن لا سمينين نساب إيو إنت الله بحنا أن لقدرين إيهايت. فلما أنزلت جعلها الله إلهي زكدا وحقد إيه طهرا للأموال مرك حالها ولا كيت سنكرا معنا خفك هدي وزكدا اسكم بحيو إنت أصوها هارتي ما هو بنانت إنو مالكتو مركزاس أنا علمه وبدين لكن أبو ذر نسويه قبي ما ننكاس واحد عنا وحي قصها را هذا المال اللي قطه وكنزي وأنا لقوع ذابا ما نتقيامه أيون وحي ليه المية حوالها سنة تخيب هالمرض زكاة لك رواس وما هذا زكاة سكب بحيده وحقوس وها رديد وأنا الملايين هالنقدين هذي ملكو يا لان عقوبة نامتعي. باب إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. القيم هو القائم ومتك تاغم بويري ذلك الدين القيم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. باب ثاني اثنين إذ هما في الغار معنا ناصرنا السكينة فعيلة من السكون حسلوني للدكنان شها سكونك ودقدق أغلانت سكينة ما يشهد سكتميت. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت قال حدثنا أنس قال حدثني أبو بكر رضي الله عنه مركا صحابي باوه حديث كورنا صحابي قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرأيت آثار المشركين فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حين وقع بينه وبين ابن الزبير سقي ابن الزبير
مركي أي سكود عين قلت وحان ابن أبي مليكة ده أبوه عبد الله بن الزبير أبيه الزبير والزبير بن العوام وأمه هو يديسنا أسماء وأسماء بنت أبي بكر وخالته بريرتيسنا عائشة وعائشة وجده أبوه سويدس علينا أبو بكر وأبو بكر وجدته أي يديسنا صفية وصفية وأبيس للشيء وزبير بن العوام هو يديس وصفية بنت عبد المطلب نبي يديس قلت لسفيان وحنكور إسناده حديث سند في سعاوي قال وحويره إسناده مركين إسناده هذه إسناده أيدين قرنتهاي أين إسناده أما ما هو إسناده إسناده ودل إرادنا حدث إسناده أما أذكر إسناده سند خيس شك قال وحر حدثنا ساسويري فشغله إنسان نبا مشغولي ولم يقل ابن جريج مدهين ديتنا ساس دلات حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج ابن جريج كاس إنه سوى ذي بودرامي وخدر صدى مرق هذا الخير مرق معنيه سوف يهي سفيان ابن عيينة شيخ عيسى أو ابن جريج ما عيسى مو سنشيجين لكن حدثنا أبو جري صدر رادد عبد الله بن محمد شيخ شيخه ما عيسى لما هايو حيال الشيخ عيسى سفيان بن عيينة مو سنشيجين لكن حدثنا أبو جري سكال هذه الورد يقول تحديث كوالله هايا لكن شيخ مجعيسى ستوسى سفيان بن عيينة يقوموا سنشيغين لكن سنو ملايين من جريج وها وقوى ذا معنى سوى سوى ذي سادر هذا الحديث بعدما سفيان شيخ سأل له بن سنة كان كالوكوكا بي وسوكا بي لبدا سنة حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني يحيى بن معين قال حدثني حجاج قال ابن جريج وكان عمر بن جريج والهايات وحجاج باب الشاغي قال ابن أبي مليكة وحر وكان بينهما ابن الزبير ابن عباس شيء وحباد احمري فغدوت على ابن عباس عبد الله بن عباس بانكوك اللهي فقلت وحنكور أتريد ما وحد ربت أن تقاتل ابن الزبير عبد الله بن الزبير إن الله دقال أنت ميات ربت فتحل حرم الله وحرمك إلهي أتحلاشته قالوا حر معاذ الله إلهي بان كم غنقلي إن الله كتب ابن الزبير وبني أمية محلين إلهي باوحو قدري ننك اللي يراد ابن الزبير يا بنو أمية حرم كإلهي إني حلاشدان أيها أسكول لهم دعنا وعي معنى يدو مركضتك أسكول لهم أنه كم الجيرو لكن أيها أم بإسدافين ماشا أسكول لهم أنه حرم ك مركض أنه حرم يدقل كشوما صعدا وإني والله لا أحله أبدا حرم إلهي نوحر أنه ولي قد قال لهم ما يحلاشن ما يو قال ابن عباس وحير قال الناس ضد وحير هذين بايع لابن الزبير ابن الزبير لم بايعه قلت وحير وأين هذا الأمر عنه وإن لم بايعه ذاه أسأل حقي كجرتا مدحت النمضو حقي أسأل كجرتا يعني قف مدح النغضاه إنه ما إحنا غضبوا مذيع هاي ما دحتني مدو كم فقوق وذا يعني وأنا نقل ما دحتني مميلنا كم الجست ما حد عاي أما أبوه أبيه فحواري النبي صلى الله عليه وسلم يريد الزبير زبير المعوام بوك وذا كو وأما جده أوغس فصاحب الغار وأنا ما شهد لا يهربه يريد أبا بكر بولجيدا وأوغس أهيدس دلي وأمه هويدس أسمانة فذات النطاق يريد أسماء بنت أبي بكر وأما خالته هبريرت اسمها فأم المؤمنين يريد عائشة عائشة لجيدة وأما عمته إيدد اسمها فزوج النبي النبي حاس في سواية عليه الصلاة والسلام يريد خديجة خديجة لجيدة لكن إيدد اسمهن ما أهنه أبيه اسمه إيدد أتهاي أبي سبحانه وتعالى سماها
زرير ابن العوام ابن خويلد بالد على سماها عوام ابن خويلد يا حسن الله شيخ خديجة بنت خويلد أبي سمرك وحيوت هاي إيدو أو حسن الله شيخ عوام وزبير أبيه سا عوام ابن خويلد يا خديجة بنت خويلد أصلا ده شيخ معنا مرك أسرع إيه وآدم تاعي وأما عمة النبي نبي إدريس عليه الصلاة والسلام فجدته وأيديس وأبيس بيد الشيء يريد صفية صفية بنت عبد المطلب مرخني خاسية كم مدن إنهم مدحنا قضاء عرف كم مدن مجلس تواي وحير ثم عفيف السجى شخصي عندي سمرك لجها الله نوانين دورسون في الإسلام الإسلام كدرنين دورسون بوها قارئ للقرآن دين كان سفي عم بيقانا والله إن وصلوني حتى نوحك الله نمن كتسو هرتي إذا وبن أمياء والله إلا بان قدرته إن وصلوني حتى يغسوا دعا غير بن أمياء وصلوني من قريب ملو بيغسوا دعا يانو ليها وبن أمياء يأنيغو كلمة ديرين يعني وحل بن أمياء لكن أسجل يغلو محاد عاي أي عبد المناف أنسجل سوا دعنا أيوغو وعيكو أبترسنا سوماها عبد الشمس ابن عبد المناف ابن عباسنا هاشم ابن عبد المناف وقاب ترسلا رأي عبد المناف عن سلام ناي وإن أحير وإن ربوني هدي مدحين نغضان بنو أمينا ربني أكفاء دد مدحتني ماذا لوقاتين أو أدقما أو أقلما أيام مدحين نغضانه كرام نور ونكسن فآثر ابن زبير إنك استأنسوا دوي فآثر وحو يقدر بذي التويتاتي نمنك بنو التويت ليرادو والأسامات بنو أسامة نمنك ليرادو والحميدات بنو الحميد نمنك ليرادو يريد ابن عباس وكذا أبطنا واللفاء من بني أسد أقل هذا وقدر الشيء عبد الله بن زبير إنك استأمرك وحولي هاي أن أسجد معينا قرب سيو لكن من قرابتي سسكاء يجحك سري سسكاء وضايع وحو يري بني التويت وبني أسامة وبني أسد وبني أسد لكن حافي عندين وبوس كذا قليو إلا وحو المكتب فآثر التويتات والأسامات والحميدات بني حميد وقليو ماشي إن ابن أبي العاص ننكي إن أبي العاص أها وعبد الملك بن مروان برز بنانكو إسكاني يمشي أسوغ صعنا القدمية سحر غاله وعبد الله بن زبير بوحو رضا إن ولد ديرو يعني وحو لجيرا عبد الملك بن مروان وإنه ابن زبيرنا عبد الله بن زبيرنا لوى ذنبه وحو يري ذنب كيسي سينتي سينا ولاوي وسنتي سيبو لابو هلا جيدا بعد ذلك تنو لا جيدو دتك إلا أن أعرابت يا دتك سوين بضانا كم إذا وحي كل الجوغن يعيدن كوحي كل الجوغن إنه نقال بحيو نقال ما بحيو قعن أريك إنو لا جيدا ويدعي غرطا وحكا لو دعي غرطي إنو لا جيدا لو ذنبه إنو لا جيدا ومدح ذكي هاي وعدنا تلكما يا لو أما أخنتي سيد دب قرشي كسعتا أو الواقع هو دردر بي كسعتا دب قرشو بالله إن دسونا وصورك يعني وحلا جيدا ابن زبير بولا جيدا قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني من أبي مليكة دخلنا على ابن عباس قال لا تعجبون لابن الزبير ابن الزبير مين لا يابين قام في أمره هذا وحوق دقاق أرنتان أه إنه خلاف ذا سعى لمسار أو يراث الليل مبايع هذا فقلت وحنكر الله حاسبنا نفسي نفتي إذا له أسجى يعني حسابنا يعني نفتي أهوره قوضا ما حاسبتها سئانا أجهر لأبي بكر ولا لعمر يعني نفتي أجهرها نيري ولهما كان أولى أبو بكر عمران أسجى وحي والرواية بكل خير منه خير قستا يعني وحلي أبو بكر عمر عبد الله بن زبير وكخير بدنايين وانا كستنا ايغا ودوا ومع ذلك انا سئانا ايغا نفتو دو غورن بان اسغ نفتي دو غورا وقلت وحان كو يري
isagu ibnu ammati nabi nabi eedadiis inankeedii waaye wabnu zubayr wabnu abi bakrin wabnu akhi khadija wabnu ukhti aisha faidaa huwa yataalla canii anugu iska kayfogeynaahu yidhi inaan nafteed u huro aan rabay asaab iska kayfogeynaahu yidhi walaa yuriidu dalika inaan gacan siiyana ma rabo faqultu markaasaan waxaan idhi maa kuntu adunnu ma aanan moodaynin أني أعرض هذا من نفسي إن نفتي إذا قفص أن أبو بنديها فيدعه ودنا سخ سخ دقاجنا سخ فوجينا يعني أنا عبد الله بن عباس وما أراه يريد خيرا إنك أسمه وناك ربنا أم لين ما يريد المزبير شيء يعني وما أراه أم لين ما يريد خيرا خير مخلوق قولا أنا إذا وناك جيجا يا خير جود هنكال ما يو إنه حلقة ومحلة توسوس إنه ربو ملين مايو وإن كان لابد هدي لغا مارمان تاي لأن يربني إنه مدح إيه النقضان بنو عمي إلما أذي أخرذي هدي من مدح الله إيه النقضان بنو عمي إلما أذي أخرذي أحب إلي أيا وحي إيغا في عينه من أن يربني غيره وقالك إنه مدح إيه النقضان يقول جيدا بنو أمية يعني إلا لما ذيرانا هاي عبد المناف إنسى قصة دعنا هاي سوسو كبرايا. باب المحر والمؤلفة قلوبهم قال مجاهد يتألفهم بالعطية قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبيه عن أبي وحيري عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد قال بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فقسمه بين أربعة وقال تألفهم فقال رجل ما عدلت قال يخرج من ضئدي هذا قوم يمرقون من الدين باب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين يلمزون يعيبون وحبيك الشيغان جهدهم وجهدهم جيمك اللقوذة لقرده طاقتهم واسكوا معنا واتبرتوا ذي يودوا ذا حدثني بشر بن خالد أبو محمد قال أخبرنا محمد جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود قال لما أمرنا مركينا لفري بالصدقة كنا نتحامل وحمالج نيوري لبركة يعني علاط إنتان صارنا أيان كرك قادة جرني فجاء أبو عقيل بالنسب ساع بوكا يعني وجاء إنسان بأكثر منه فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر وكي حلا بدن بحيه إلا ريان فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين مؤمنين تا كودا حالها تطوع كب حناية وحي قدرها ينفع بينها في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم حدثنا إسحاق إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم زائدة عن سليمان عن شقيق عن ابن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصدقة فيحتال وحي الذي سنجر أحدنا حتى يجيء بالمد وإن لأحدهم اليوم مئة ألف ضدك قيبكم إذا ما أنت ناوحي يا إستان بقول كن أدرهم كأنه يعرض بنفسه واحد مودائنه نفتي سؤسر بيبا ضدك أوليه بقول كن بما أنت يا إستان أسكاسك وضيعا حديث المخوش يا غي مالك نعم إنه إذا قسم على كنساسة كنت باب استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة قال رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله وعبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه سوى بسوء كفنه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه مركز صريح لكن نهيه كنت كنه مركز مجد لكن عمر قرآن كساس كفامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خيرني وإنما خيرني الله
قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70. قال عمر وحر إنه منافق. قال عمر وحر فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. مركا إن بدن أو منافقين تكمد عينها أنتو دول يقيني هبل يهبل 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 يولو يقين عينها أنتو هذا شخصي أنتو دول يقين منافقين يعني دكتور نسكن حجوجين وحنا اللي إلى لنا مثل حتى قف الشهادنا أو دكتور مسلمين تقول حنال هدي للديلو أو واحد لو دلنا إيته قال نمو أو موجستي دكتور بنان كجوجو الله يسلها دين تهقاتين دين في كديدا يعني qasay waxay leeyihiin kuwii diinka ku jiray haddii saas u leena anaga hadduu hadaan galno maxaan ugu dhaca sadarada maslaxadaas la ilaalinayo markuu Allah iska dhaafay ayagu umada dhifa oo quraan uu soo dega oo la yaqaan oo hebel iyo hebel hebel loo yaqaan oo waxa kale oo aad ogtihiin masjidu dirar masjid la yiraahdo waana noo iman doontaa he rag baabisay ilaahay quraan buu ka soo dejiyay waliba nabiga intee uu aan calayhi salaatu salaam wuxuu rasuulka ilaahay oo kaalay salaad ugu horeeyay adigu naga bix oo masaajidka noogu tuko ilaahayna wuxuu sheegay masaajidka sababta loo dhisay inay tahay diinta in lagu la dirro dadka islaamo qoone ay wala yaqiin hebel 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 wala yaqiin wama dalka dan laba taban wala iska dhaafay marka shartoodana wala iska ilaalin jiray wax badanna waa laga ilaashan jiray seefna looma qaadan maxay yeelay مسلحة أو كوينا كبابة أي قديل كودا هبل هبل قديل قديل ولا قديل كرا لكن مسلحة كوينا كبابة قال إيش كده يفرع على هذا قال رحمه حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل وقال غيره يحيى رجع عن هنا وحير هذا حدثني الليث ويا هاي مركا غير كصعبية كرتين ويا هاي ننتقل لديزر عبد الله بن صالح كاتب الليث حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلولين مرقي ودنتي دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت يا رسول الله تصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا مال هبل وحري كذا وكذا قال وعدد علينا وتري ساسويالي وعدد عليه قوله هذا الذي سيب النبي وسوتري فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حي النبي وجي هاي انت اصورنا انك سمي ولغوي ذاك الشقينا هاي ينو ابن سلول يا نبي وهاي قانا ودينك ونعبا ونبي ونعبا نبي وجي هاي وقال وحر أخر عني يا عمر عمر ودبئي غسقا فلما اخترت عليه مركان هذا الكبذي قال إني خيرت فاخترت لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليه وقبض لها قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فلم يمكث من نجان إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إلى قولهم فاسقون قال عمر وحر فعجبت بعد وادم بوحان لياوي من جرأتي على رسول الله رسولك إلهي سيدا أن إن دعذيك أهان ولا دقمي أنا أسلياوي وادم به والله ورسوله أعلم إلهي رسولك سانة عدو البقاء قوم بضان باب ولا تصلي على أحد منه مات أبدا ولا تقوم على قبري قال رحمه حدثني إبراهيم المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه قميصه وأمره أن يكفنه فيه ثم قام يصلي عليه فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه فقال وحر تصلي عليه وهو منافق ما صار منافق أدخلتكني وقد نهاك الله أن تستغفر لهم مشركينك إلا أن صلاة الجنازة واستغفار. قال النبي وحر إنما خيرني الله أو أخبرني الله إلهي وحر إيشاغي قال إلهي وحر استغفر لهم
أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال النبي سأزيده على 70. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه، ثم أنزل الله عليه نبي لا يعوق سودجي ولا تصلي على أحد منه مات أبدا ولا تقوم على قبري، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون. باب سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. قال رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله أن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن تبوك والله ما أنعم الله علي من نعمة بعد إذ هداني أعظم من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا حين أنزل الوحي سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم إلى قوله الفاسقين. باب وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قال رحمه الله حدثنا مؤمل هو ابن هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمورة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أتاني الليلة حلي وحائمت آتياني لبقفات فابتعثاني وإكحيان فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب بلبن ذهب ولبن فضة وحان تقني مقالو قريه هذا كل سنة أيهين لبن وذهب يا لبن فضة لبن وبالك وحوش بها بلوكيتي عندها نوع لكن بلوكيتي هو عرق إيو شميتو إيو جاي إلا يسكدروا كسميسين سوما لكن لبن كدوبو كسميسين يعني وميلا قاركو دقريها والغو بستا لبن معروف ما يعني مرمرنا الدبا لقريا أجرى لرادا حتى قرح ذا الله يا قرح ذا مركو قللو مركز خدي بقريها الغرسة لكن مركو كسي أدقيها وكسي في عينها ومركي دبك لقليو وصدا فرسموين وحاجر صومالا ذا قيب كميدا أي قانان ودريها إيو برجخوين كإيو مركي دوابادا لقسم يدبا لقليا معروف واي ويقوها راح توالي استعمال الجراد وايضا أنا جبادها بلاي لها كاني أشو ماذا سنبي قبو ومعاني الهاجرين ولو قبو جسن جري ديتنا مركي دبك اللي قليوه نقحونا ويقوش نقاقي معيو بلوكيتي قانو حنا وقفي عن يهدي الله لو ديتنا وحو يري فتلقانا رجال ركبان يهرمتش شطر من خلقهم قيب جركو ذكمدا كأحسن ما أنت رائن أنت آد أركت قف قرحان كو قرح ذا بدني عمل واي وشطر كأقبح ما أنت رائن نص كلنا قيب كلنا قف فولحن كو فولحن أنت أركت أي لم يديهن قالا لهم لبذي قف با يغ وخي كو يرادين اذهبوا فقعوا في ذلك النهر اردها تغا او وبغاس دخغلا كوداتا فوقعوا فيه وبغي كوداتين ثم رجعوا الينا ونصلت قد ذهب ذلك سوء عنه فالحمد يدو اي كباداي فصاروا في احسن صوره ملك جسكودي ودن قرحبو ودا نقدي قالا لي وخي كو يرادين لبدي ملك هذه جنه عدن وهذاك منزلك كاسنا وحي رادم وقريكاك هذاك وهي منزلك وقريكاك قال وحي رادم أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم لا يوسكع فيه ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن نبي قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل
وعبد الله بن أبي أمية عبد الله بن أبي أمية أم سلمة ولد الشيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي عم قل لا إله إلا الله أحج لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم باب لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال أحمد وحدثنا عن بس قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب قال أخبرني عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي مركو أرقب علي قال سمعت قال وحير عبد الله سمعت كعب بن مالك في حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا قال في آخر حديثي إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فهو خير لك ستكفي عنه باب وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم حدثني محمد قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن أعين قال حدثنا إسحاق بن راشد أن الزهري حدثه قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي قال سمعت أبي كعب بن مالك وأحد الثلاثة كعب بن مالك الذين تيب عليهم أنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط وغير غزوتين غزوة العسرة وغزوة بدر قال فأجمعت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا وكان قل ما يقدم من سفر سافره إلا ضحا وكان يبدأ بالمسجد فيركع ركعتين ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامي وكلام صاحبي ولم ينهى عن كلام أحد من المتخلفين غيرنا سد حذي الناس فاستنبنا الناس ودتخي ونقفوا قادين كلامنا إن الله الله فلبثت كذلك حتى طال علي الأمر وما من شيء أهم وحي غول والبدن مله من أن أموت إن أن انتو فلا يصلي علي النبي نبي سنقوتك عليه الصلاة والسلام وكنت تسمع الموت لحظة ذات نفتي قبع هذا أيضا سان أرقوية هاي أمو سنبي قوتك نين قف نبي سنقوتك نين وأنين بلايا عركتي أو يموت رسول الله أما رسولك له أقير يد عليه الصلاة والسلام فأكون من الناس بتلك المنزلة سيداس ونبي مركو قيريون أي آن أها أيان سي أهانا ومعنى هذا يدو نبي يريان لالا هدن هدو نبي قيريون أمرك قد بول هل يوم جستو إلى قيام الساعة فلا يكلمون أحد منهم قفتم إلى الله مجرو ولا يحير ولا يصلي ولا يسلم ولا يصلي ولا يسلم علي قف يقول كان مجلس قف سلامي أنا مجلسه فأنزل الله توبتنا على النبي حين بقي الثلث الآخر من الليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة وكانت أم سلمة محسنة في شأني أرنكية وناد بأغى الشقين يسي مركا خلط يقعد عينه يهي يدرين يسي لكن أنا النفاق يحمان كالآن كوذين معنية في أمري أرنتي ذنا أد بي حب أساري جستو إغول ويلي جستي ساسو كوالا يعني وليس بي كوهي سي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة تيب على كعبين كعب مالك توبدي سي والا أقبلي قالت اعتر أفلا أرسل إليه فأبشره من غف أدره بشاريه قال إذن يحطمكم الناس
دتك إذن كسر حما هو فيمنعونكم النوم سائر الليلة أنت إذن كلمة لابد أن ردسوا قيمة إيسا ومحاسوا دقي ملغت وبدا أقبالي ساسا سعانا وردلانا إذن قدعا حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر آذن بتوبة الله علينا وكان إذا استبشر استنار وجهه حتى كأنه قطعة من القمر وكنا أيها الثلاثة الذين خلفوا عن الأمر الذي قبل من هؤلاء الذين اعتذروا حين أنزل الله لنا التوبة فلما ذكر مرق رشاغي للذين كذبوا رسول الله من المتخلفين واعتذروا بالباطل ذكروا حال رشاغي بشر ما ذكر به أحد قال الله سبحانه يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله وياي يا أيها باب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال الرحمن حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن قيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك فوالله ما أعلم أحدا أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبلاني ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا وأنزل الله عز وجل على رسوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين إلى قوله وكونوا مع الصادقين هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.